بهدف الحفاظ على ما تبقى من الأملاك البحرية، أطلقت جمعية نحن خلال مؤتمرها الصحفي مشروع لتعديل قانون الموازنة 64 على 2017، وذلك بهدف حصر حق إشغال الأملاك العمومية البحرية بالدولة اللبنانية فقط، مراعاة لمقتضيات الدفاع الوطني والمصلحة العامة، وما يرافق ذلك من وجوب منع الأفراد والشركات الخاصة من استثمار الشاطئ البحر وتحويله إلى منفعة خاصة، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات عن كامل الشاطئ وتحديد الأملاك البحرية العامة. شط لبنان طوله 220 كيلومتر، بقي منه 40 كيلومتر، يعني 20%، بسبب العمار والتعديات العشوائية اللي خسرتنا ثروتنا الإيكولوجية. كرمال هيك أطلقنا حملة الشط لكل الناس لنحمي ما تبقى، ولما نحميهم نرجع نشتغل لاستعادة اللي أخذوه قبل. وأطلقت جمعية نحن فيلم قصير بين حجم التعديات وسبل مكافحته. التعديات والمخالفات على الأملاك العامة البحرية وصلت لأكثر من 5 مليون متر مربع على طول الشط اللبناني. حوالي 73 مرسوم إشغال صادر عن الوزارة لحوالي 2.5 مليون متر مربع، معظمهم هن منتجعات سياحية وأوتيلات ومطاعم، والباقي هن مخالفات على الأملاك العامة لأصحاب عندهم عقار حد الشاط بس ما عندهم مرسوم إشغال. على الوقت لما يصير فيها العمار وهالتغيرات عم بيصير فيها هالشرخ، عم تنسلخ المدينة أو المنطقة اللي هي الساحلية أو الواقع على البحر، عم تنسلخ عن بحرها. هيدا الشيء كتير بخلينا نبعد عن البحر ونبعد وصير ما يهمنا يعني شو بصير بالبحر. ايه منكب المجارير بالبحر، منحط المكبات الزبالة نفايات على البحر، نحط كل شيء بالبحر، مش مهم. نحن هيدا الشيء مش شايفينه وما بنستفيد منه. الثروة السمكية كل سنة عم تختفي عن سنة، ما عادش في عنا ثروة سمكية، عم يكبوا المياه المبتذلة مع الأوساخ مع كل شيء عم تنزل بقلب المي. هيدا عم تأثر على البويضات تعول السمك اللي بتيجي بتبخ وتبذر على الطول. نقترح يا تعديل للقانون الحالي، يا أما أنه ينعمل قانون جديد بيتضمن منع كامل لا أعطى أي ترخيص بإشغال أي ملك عام بحري على ما تبقى من المساحة الحرة من الشاطئ. وتعتزم جمعية نحن جمع توقيع للنواب لتقديم القانون إلى المجلس النيابي.